دلوقتي معنا لقاء مع أحد شهود العيان على ظهور القديسة العذراء مريم هنا فوق القباب في الزيتون، وهذا الحدث اللي شهده آلاف بل ملايين من المصريين على مدى أيام كتير. نتكلم أكتر ونرجع بالذاكرة لستينات القرن الماضي وهذا الحدث العجيب اللي اتكلمت عنه كل الجرائد وقتها وكل وكالات الأنباء المحلية والعالمية. بيشرفني يكون معايا الأستاذ شكري بديع، وهو أحد شهود العيان وكمان أحد القدام هنا بالكنيسة. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذ حازم، منورنا. ربنا يعوضك كل خير. عايزين نرجع بقى بالذاكرة بقى ونرجع ل 68. كان حضرتك وقتها عندك قد إيه؟ كان عندي حوالي 7 سنين، وكنت أول ظهور العذراء كنا رايحين هنا المكتبة في الزيتون هنا، فأنا وأخويا الثاني كنا ماشيين في شارع طومباي حوالي الساعة 4:30 كده الظهر كده، كانت الدنيا لسه ما غيمت شوية، فبنبص على القبة بتاعة الكنيسة الشرقية هنا كده، لقينا واحدة ماشية على القبة عبال ثوب أبيض بلمعان بحزام لبني فاتح ماشية ماشية تتمشى على الصليب، وبعدين رجعت تاني طلعت القبة، وبعدين تاني رجعت ابتدت الدنيا تظلم بقى، ابتدت النور يطلع، ابتدت الناس تيجي، العذرة ظهرت، ابتدت يتجمع، ابتدت المرحلة العذرة ترفع جسمها لفوق خالص، ابتدت بقى تاخد أشكال، بعد كده ابتدت الدنيا تظلم، ابتدى الحمام يشتغل بقى، عبان عن أسراب حمام على شكل صليب منفرد، الجناح منفرد، ما فيش حركة، يمشي على سحابة. ده ظل المده دي لمده سنه كامله ظهور متتالي يعني عذراء. تاكيدا لظهور العذراء هنا كان الاسم هنا ادى امر بقطع النور نهائي عن منطقه الزيتون نهائي، والعذراء السلام اللي حلها كانت بتزيد نور اكتر من الاول. غلبوا جابوا كشافات اللي هي الهون الكبيره بتاعت العربيات وابتدوا يشغلوا على القبه، العذراء بتفوق النور تفوق الله. النور جابوا الموتوسيكلات عشان يعني بقول لك خلاص احنا استكفينا ما عملنا، والعذراء السلام الحلها كانت تعمل والحمام يظهر يظهر، وبعدين كانت تتملى الشجره بتاعت النخله ديت اللي هي تتملى العذراء تحب تقف فيها، الشجره تميل وصوره العذراء تميل معاها، والقبه الشرقيه كانت العذراء تخش جواها وتظهر جواها، تطلع يعني على منظر اشكال العذراء حزينه مبسوطه فارده ايديها، يعني موقف كده جدا جدا، ويعني الواحد عاشر هنا ما يستحقش فعلا انه يخش هذه الكنيسه، لان الكنيسه دي مباركه جدا وعظيمه جدا، يعني معجزات، انت ما تخش اي مشكله تخش جوه تنسى المشكله خلاص، تنسى المشكله وتنسى ما بتاع، يعني انا هقول لحضرتك معجزتين حصلوا في وجود معجزه. كان ابونا بطرس بنصلي بعد ظهور العذراء بحوالي شهر، في واحده عندها زي ورم غده ما بتعرفش تبلع، فكان يوم الاربعاء يعني انا فاكر الاربعاء، وكان ابونا بطرس بيصلي القداس، انا كنت بصلي مع القداس، فدي دخلت الست وقالت لي يا ابونا انا مش قادره ابلع، فقال لها بصي هتروح للدكتور هتعملي عمليه، انا عندي عمليه بسيطه جدا هديها لك وهي هتخففك. كان في الايقونه جوه كان في عندنا الزيت القنديل، فقال لي يا شكرا هات الزيت القنديل، هات القطنه وديها، خدت القطنه، قال لها ابلعيها. ابلع القطنه نفسها. القطنه بالزيت، بلعتها في اول لحظه الورم ده انتهى. صدقني يعني دي حصلت قدام، كان يوم اربع في وجود لجنه البير، كانوا موجودين في الهيكل وقاعدين في لجنه البير في الهيكل، يعني دي واقعه ولمستها وكنت موجود فيها. معجزه ثانيه. معجزه ثانيه. كان في واحده جايه من السعوديه غير مسيحيه طبعا، ست محترمه كل كده، عندها سكر، وكان عندها هتعمل عمليه بتر اصابع. يا ساتر. فقالوا لها تعالي كيس العذراء هنا، فهي دخلت هنا مع الخدم بتاعها، فطلبت هي طبعا يعني على قد بساطتها وكده، فقالت الشيخ، فقلت لها الشيخ مين؟ قالت لي اللي هو بتقول عليه ابونا، فقلت لها ابونا، كان ابونا بطرس قاعد برضه فقعد في اللجنه هنا، فقلت له يا ابونا بطرس سيدنا انا عامل عمليه، قال لها ما تخافيش صوره العذراء على ايدك اليمين وانت داخل، صاحبه المعجزات دي طبعًا. دي بتعمل معجزات جامده جدا، فقال لها خشي ولعي شمعه والعذراء تتصرف. المهم خد ولعت شمعه وطلعت، وقالت لها مع يعني ما اعرفش احنا قعدنا طولنا اليوم ده شويه، بعد حوالي ساعتين 3 ساعات لقينا في حد بيزغرط، فابونا قال لي في فرح النهارده، قلت له ليس يا ابونا، لا ما فيش النهارده فرح يا ابونا عليك، فقلت له يا ابونا دي الست اللي كانت دلوقتي احتمال العذراء عملت لها معجزه، دي اللي كانت جايه عشان طالبه ان العذراء تشفيها، فعلا دخلت
وراحت قلت العمليات، دخلت قلت العمليات، جت عشان تعمل العمليه الدكتور قال لها ابتر ايه مفيش بتر. فرجعت فرحانه، فجت قدمت بقى اللي كل ما لابساه قدمته للست العذراء. صراحه يعني كانت حاجه يعني مشرفه جدا جدا يعني، مجدتها ولا غير العذراء بقى فتحت عينيهم هنا، ويعني واللي كان عليهم ارواح نجسه يعني كان معجزات كتير.